ما كنتش اتخيل اني هشوف شخصية لارا كروفت بالشكل ده. توم بريدر الجديدة من انتاج شركة كريستال داينامكس بتقدم شخصية لارا وهي صغيرة في اول رحلة الاستكشافية بعد تحطم السفينة اللي كانت راكباها على جزيرة معزولة مليئة بالمخاطر واللي بيجبرها على استخدام اقصى قدرتها بغرض البقاء. في البدايات بنشوف شخصية الشابة الصغيرة المثقفة الرقيقة وهي خطوة خطوة بتتحول الى شخصية توم بريدر اللي احنا نعرفها. واختصار اللعبة بتحكي القصة الاصلية لارا كروفت، والحقيقة ان التجربة تعتبر ناجحة للغاية. لارا شخصية طيبة ومسلمة في أول اللعبة. أول ساعة في اللعبة هتبقى عبارة عن مشاهد مكتوبة بعناية وماشية في خط مستقيم. أي نعم اللعب فيها هو عبارة عن إنك بتدوس على الزراير اللي هو بيقولك عليها وخلاص، بس الحتة دي متصممة كده عشان تخدم تطور الشخصية. وعلى فكرة شخصية لارا ممتعة جدا وهتخليك تنسى الموضوع ده، بالذات لما اللعبة تبتدي تتوسع بعد أول 60 دقيقة. لارا في الفترة دي بتمر بأحداث مشوقة جدا فوق الجزيرة، أحداث في منتهى الجمال، والمنظور اللي بتوفره لك اللعبة من جانب الجبال ومن بين المرتفعات مبهر للغاية. أداء الممثلة كاميلا لادينغتون لشخصية لارا كروفت أداء مقنع، وأثناء الأحداث هترتبط بالشخصية جدا وكمان هتتعاطف مع المأساة اللي هي بتمر بيها. تمثيل بيحمل معاني القهر وفي نفس الوقت بيحمل معاني الإرادة وقوة الإصرار على المقاومة. باقي الممثلين اللي شاركوا في العمل أدائهم أقل بكتير، وكمان أداء لارا القوي بيزيد من تجاهلك ليهم. لحسن الحظ ده ما بيؤثرش بالسلب على السيناريو بشكل عام. في لحظات صادمة كتير في القصة، ولحظات تعيسة، ولحظات بتخدم عشاق الشخصية. في فترة كبيرة في الأول بينك وبين أول مسدس بيقع في إيد لارا، اللحظة اللي بتمارس فيها لارا القتل لأول مرة، لحظة تصعيد درامي جذري في القصة اللي هتسيب علامة كبيرة في كيان اللعب. بس ابتداء من اللحظة دي اللعبة هتتغير بشكل موضوعي وبسرعة، بمعنى ان تحول شخصية لارا من شخصية مسلمة بريئة لشخصية قاتل محترف بيحصل بشكل لحظي، وهي دي اكبر نقطة ضعف في اللعبة كلها. يعني تبقى بتبكي جنب جثة مرمية على الارض وفجأة تتحول لمغامر بيصطاد اعناق الخصوم بتاعته. الشخصية بتبتدي تتعود على القتل بسرعة، كذلك اللاعب اللي ماسك الدراع. المعارك في توم بريدر عمرها ما كانت نقطة قوة، لكن في الجزء ده أخيرا كريستال داينامكس قدرت تحقق نجاح في النقطة دي. المعركة في اللعبة ممتعة، كانت بالقوس بالبندقية أو مسدس ومش هتمل منها أبدا. التسلق في اللعبة متقن، حركة لارا متزنة في أرجاء الجزيرة، بس إحساس المغامرة عالي فيها جدا، بالذات أثناء الانتقال بالحبل بين المرتفعات العالية. هتفضل متيقظ وماسك قلبك طول اللعبة، والأدرينالين هيتدفق في عروقك بشكل مستمر. بس اللعبة فيها برضو لحظات هادية ومش هتلاقي تكرار في أي حاجة بتعمل. في مشهد بنشوفه كتير في لعب الاكشن، مشهد حرائي. في اللعبة المشهد متصمم بحرفية ممتازة هتخليك مبسوط وانت بتلعب. في الواقع المشهد ده بالذات من اكتر المشاهد المشوقة في اللعبة كلها. فكرة لعبة توم بريدر الأصلية بتبان في المخابر السرية اللي جوا اللعبة، واللي موجودة في أنحاء الجزيرة عشان تستكشفها، واللي بتعتبر ألغاز بتحلها علشان توصل للكنوز المدفونة هناك. الألغاز كلها مبتكرة وفيها تحدي كافي يخليك تشعر إنك ذكي جدا لما تخلصها. الجزء ده ما بيحصلش كتير في القصة، وده بيخلي المقابر السرية ليها رونقها في اللعبة. الخلفية الثقافية لارا بتبان في بريق نظراتها لما بتلاقي قطعة أثرية بالرغم من الصعاب اللي هي مرت بيها. الجزيرة نفسها غنية بالتفاصيل ومتصممة بحرفية جديدة، ولارا بتتعلم مهارات بتساعدها على البقاء، وبتلاقي معدات تساعدها على الاستكشاف أكتر في أنحاء الجزيرة. كل ده بيوصل لك إحساس المغامر الحقيقي. بعد ما تخلص القصة ممكن ترجع تاني وتستكشف أعماق الجزيرة وتنقب عن قطعة أثرية أكتر. في الواقع أنت هتبقى عايز تعمل كده حتى من غير ما يدفعك السيناريو إنك تعمل كده، لأنك هتبتدي تنجذب لتصميم الممتاز للعقبات وطريقة لارا في تخطيها للوصول للقطع الأثرية دي، وكمان لأنها بتوصلك لأماكن أبعد كتير من اللي القصة هتوصلك ليه. في جانب واحد بس محبط جدا في توم بريدر، اللعب الجماعي. من الأفضل إنك تنساه ببساطة شديدة، غير ممتع بالمرة ومفوش أي شيء مميز، ده غير إن اتنين من أساليب اللعب الأربعة بيدي الأفضلية لأحد الفريقين فوق التاني. وبرغم من إن منظومة المعارك في توم بريدر ممتازة، إلا إنها غير مناسبة للعب الجماعي. على أقصى تقدير هتستمتع باللعب الجماعي في الأول، لكن ما تخيلش إن الناس هتستمر تلعبه بعد شهرين من دلوقتي. توم بريدر بتحتوي على سيناريو ممتاز، قصة تجذب تعاطف اللاعب، مشوقة، جميلة ومصممة بحرفية. طول اللعب الفردي تقريبا مفيهوش حاجة غلط خالص، وبالرغم من ان تحول لارا القاتل المحترف بيحصل بشكل اسرع من المفروض اللي يكون عليه، الا ان اللعبة بتستمر بعد كده وانت معها. لعبة توم بريدر الجديدة تجربة اكشن ممتازة، بتقدم لاول مرة قصة درامية تربطك بشخصية لارا كروفت، وبتضع الشخصية على عرش العاب الاكشن بجانب شخصية نيثان دريك